تتوقع ان احنا هناخد الكاس؟ ان شاء الله عادي يعني. ممكن اصل الفرقه يعني برضو اللي هي برضو قويه يعني في نفس المستوى، ممكن تكون اعلى شويه، بس ان شاء الله نكسب يعني برضو. تتوقع مين هيحرز اهدافه ويتالق في المباراه؟ ممكن ابو جبل ومحمد صلاح الاثنين، ومحمد عبد المنعم برضو في الهجوم. ومين هيكون رجل المباراه؟ ممكن محمد صلاح ممكن برضو. شايف ان احنا ممكن نتاثر بعد طرد المدرب المصري وان هو مش هيحضر الماتش الجاي؟ اكيد، لان هو بيقف بيكلم اللعيبه وكده وبينصحهم برضو، واللي بيعمل التبديلات برضو وكده. ان شاء الله هنكسب، لان انا اول ما عرفت ان احنا هنقابل السنغال كنت عارف ان احنا هنكسب، لان دي برضو صدفه تانية ان احنا هنقابلهم تاني في كاس العالم. قبل كده لما لعبنا الكاميرون في المباراه الافتتاحيه لعبناها ولعبناها في النهائي وكسبنا برضو، يعني ان شاء الله يبقى وش خير علينا وهنكسب ان شاء الله. تتوقع مين هيتالق في المباراه ومين هيحرز اهداف؟ محمد صلاح طبعا باذن الله. نفسي يريح محمد مصطفى محمد شويه ولعب محمد شريف، لان مصطفى محمد ما عملش اي حاجه في البطوله يعتبر، بس ان شاء الله هنكسب يعني وعندنا لعيبه كويسه كتير. وطبعا نجم النجوم محمد عبد المنعم، يعني الراجل جاي كده من الدار للنار وتالق، يعني ما شاء الله عليه، لعيب مولود نجم. تتوقع طرد المدرب المصري هيأثر على اللعيبه في الماتش الجاي؟ لا ما اظنش، عندنا محمد شوقي وعندنا وائل جمعه بيقف على الخط وبيوجهوا اللعيبه كويس، وان شاء الله نكسب باذن الله. ان شاء الله تبقى مباراه صعبه بس ان شاء الله نكسب. يعني النتيجه تبقى في حدود 2-0 مثلا، او ممكن نخلص ضربات جزاء عشان مصر السنغال تبقى صعبه شويه عن الماتش اللي فات. قول لي تتوقع مين هيتالق من اللعيبه ومين هيكون رجل المباراه؟ هو رجل المباراه 90% يبقى ابو جبل، يعني بناء على المباريات اللي فاتت هيبقى ابو جبل. وطبعا فخر العرب محمد صلاح. بس تتوقع طرد المدرب المصري هيأثر على اللعيبه في الماتش؟ لا لا ولا اي تأثر. يمكن علشان هو التليفون بيتكلم في التليفون عادي اي تبديلات. بس ان شاء الله مباراه حلوه ومصر ان شاء الله تكسب يعني، وان شاء الله خير يعني، متوقعين نتيجه حلوه من مصر ان شاء الله. تتوقع مين هيتألق من اللعيبه ومين هيكون رجل المباراه؟ متوقع يعني لابو جبل لمحمد صلاح او مثلا نني مثلا. لا الونش هو ادى المباراه كلها من الدقيقه ال 40 كان مصاب وقعد 120 دقيقه واستحمل، فهو اعتقد ان هو هيكمل عادي وان شاء الله ربنا يوفقه ويبقى كويس يعني في المباراه كلها. يعني انا ان شاء الله هيكسبوا 3-1 مثلا. تتوقع مين هيتألق من اللعيبه ومين هيكون رجل المباراه؟ محمد صلاح اكيد، محمد صلاح ومحمد شريف، وطبعا اسمه ابو جبل. ان شاء الله 2-0 باذن الله. قول لي تتوقع مين من اللعيبه هيتألق ومين هيكون رجل المباراه؟ اللي هيتألق محمد صلاح ورجل المباراه ان شاء الله هيبقى ابو جبل، ظبط في الكاميرون باذن الله. تتوقع طرد المدرب المصري هيأثر على اللعيبه الماتش الجاي؟ لا عشان احنا رجاله. ان شاء الله هنكسب 2-1. تتوقع مين هيكون رجل المباراه ومين هيتألق؟ محمد عبد المنعم ومحمد صلاح هيحط الجونين ان شاء الله. تتوقع طرد المدرب المصري هيأثر على اللعيبه؟ لا لا عادي، اوكي كده اصلا يعني وائل جمعه محمد شوقي الاثنين بسم الله ما شاء الله وحوش. باذن الله ان شاء الله خير يعني، وخاصه بعد ما عملوا مجهود في ماتش الكاميرون وربنا كرمنا باذن الله، فان شاء الله يا ربنا يكملها معانا بالخير باذن الله ويبقى 2-0 باذن الله للمنتخب ان شاء الله. تتوقع مين هيتألق في المباراه ومين هيكون يعني رجل المباراه؟ يا رب يعني ابو جبل ربنا كرمه كان هو رجل المباراه الماتش اللي فات، فنتمنى يا رب ان اللعيبه كلها تبقى زي الفل، وان شاء الله برضو ابو جبل ممكن يكون من الناس الكويسه ان شاء الله في الماتش يعني. طبعا صلاح ربنا يكرمه يا رب وان شاء الله يوفقه ويقدر يجيب لنا حتى لو جون من الاثنين من الجونين ان شاء الله اللي يبقوا موجودين باذن الله. مدرب طبعا تاثيره كبير، بس اللي هو اسمه ده الجهاز الفني اللي معاه يقدر ان هو اسمه ده الجهاز الفني قديم ويقدر ان هو يعوض يعني غيابه، وان كلهم اللعيبه اللي موجوده كانوا موجودين قبل كده وحضروا بطولات ويقدروا ياثروا مع اللعيبه بشكل ايجابي ان شاء الله.